شاركت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة برئاسة الأستاذ الدكتور هشام الغزالي أستاذ الأورام بطب عين شمس ورئيس المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في أعمال المؤتمر الدولي الثالث والمعرض الطبي الإفريقي صحة أفريقيا أفريكا هيلث إكسكون الذي أقيم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أقيم المؤتمر والمعرض هذا العام تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة، ويمثل المؤتمر أكبر حدث سنوي في مجال الصحة على مستوى إفريقيا، ويستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي على مستوى القارة الإفريقية. وخلال المؤتمر شاركت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في جلسة نقاشية حول صحة المرأة والتعاون الإقليمي، حيث استعرضت المبادرة ما تمكنت من تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، وهي إنجازات غير مسبوقة للعناية بصحة المرأة المصرية على المستوى الكامل، حيث قدمت المبادرة خدماتها لأكثر من 21 مليون سيدة مصرية منذ انطلاقها قبل 5 سنوات. كما تواصل المبادرة دورها الداعم لصحة المرأة المصرية من خلال تقديم العلاج المجاني للمريضات طبقاً لأرقى البروتوكولات العالمية. الحقيقة النهاردة كان في ندوة هامة للغاية عن نتائج المبادرة الرئاسية لصحة المرأة ووضعها عالمياً وإقليمياً كنموذج يحتذى به للسيطرة على السرطانات وخصوصاً سرطان الثدي. من الحاجات المهمة جداً النهاردة تم ذكرها، يعني تدي بشرة كبيرة للسيدات، إن دلوقتي من الأرقام 35% من السيدات التي تم اكتشافهم مبكراً قدرنا ندي لهم علاجات هرمونية فقط دون العلاجات الكيميائية، وبالتالي ده يعتبر إنجاز كبير في هؤلاء السيدات، مش بس إن هم خفوا بأقراص بسيطة من غير أثار جانبية، ولكن كمان بيقول إن إحنا قدرنا نخلي السيدة بفضل ربنا تخف وبأقل الأثار الجانبية وبعلاجات بسيطة للغاية، وكمان توفير كبير على الدولة في كل العلاجات المكلفة الأخرى. وبالتالي ده أهمية مشروعات كبيرة زي هذا المشروع أو هذه المبادرة الرئاسية العظيمة اللي أدت إلى هذه النتائج المبهرة على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي في السيطرة على الأورام السرطانية في البلاد اللو ميدل إنكم أو متوسطة الدخل، والبلاد اللي فيها عدد البوبوليشن أو عدد السكان عدد كبير بالملايين زي مصر. الحقيقة من الحاجات الكويسة جدا كمان اللي تم ذكرها النهاردة هو تقليل الحالات المتأخرة اللي كانت الأول حوالي قبل المبادرة الرئاسية كانت 70 تمثل 70% من الحالات، دلوقتي بقت الحالات المتأخرة 20% فقط. ده إنجاز كبير جدا في 4 سنوات. الحقيقة كمان فترة التشخيص الكامل للسيدة من أول ما السكرينينج أو مرحلة الكشف أو مرحلة المسح، وجود كل السيدات بيعالجوا عن طريق كونسولت الطبي في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات وزارة التعليم العالي أدى إلى نتائج عظيمة للغاية. الحاجة التانية والنجاح الكبير لهذه المبادرة هو وضع بروتوكولات علمية مستندة على الدليل العلمي مراعية للبعد الاقتصادي تتماشى مع البروتوكولات العالمية، وده بيمثل حجر الزاوية للمبدأ الهام جدا للمبادرة وهي المساواة في علاج السيدات المصريات دون تمييز على الإطلاق من مستوى اجتماعي أو عرق أو دين أو خلافه. وبالتالي الحقيقة هذا النجاح الكبير في هذه البروتوكولات العلاجية اللي الحقيقة ساعدنا فيها كمان منظومة الشراء الموحد في تقليل أسعار الأدوية وتوطين صناعات الدوائية كان له أثر كبير جدا في كل هذه هؤلاء السيدات يصل إليهم العلاج بصورة كبيرة وصورة وفيرة. الحاجة المهمة للغاية إن إحنا انتقلنا إلى مرحلة البريدكشن أو التوقع عن طريق التحاليل الجينية والتعاون ما بين المنظمات أو العوامل المختلفة للتحليل الجيني من المركز أو المعمل المرجعي في وزارة الصحة والسكان، معامل في وزارة التعليم العالي مركز مصري، والمشروع الكبير للجينوم المصري في القوات المسلحة. كل هذه التحاليل العميقة تؤدي إلى قدرتنا على التحليل والتنبؤ بالأمراض ووصول بهذه المبادرة إلى مرحلة أكثر ذكاء ووصولا للسيدات المصابات قبل أن يصابوا ومنع حدوث المرض في بعض منهم.
اتمنى ان شاء الله زي ما احنا كنا موجودين السنه اللي فاتت وموجودين السنه دي باخبار الحمد لله كثيره جيده، كل التوفيق وكل الشفاء للسيده المصريه اللي هي زي ما احنا دايما بنقول صحتها هي صحه مصر. زي ما كان دايما بيذكر سياده الرئيس ان البحث العلمي حاليا هو مستقبلنا، وان احنا يعني بما اننا دوله لسه ديفلوبينج احنا دايما لازم يبقى عندنا فكر مختلف. نفس الكلام اللي اكده دكتور خالد وفار ان احنا البحث العلمي هو من اولويات وزاره الصحه. من هنا بيجي اهميه الشركات والادارات اللي شغاله في البحث العلمي ان احنا يبقى عندنا معلومات كافيه ان احنا نعرف ناخد قرار. منظومه زي منظومه المبادرات الرئاسيه للصحه العامه والمبادره الرئاسيه لصحه المراه بالتخصيص هي مهمه جدا ان احنا نبقى باصين لها من حيث صحه المواطن، صحه المراه المصريه، وكمان هو قد ايه نقدر نعمل لها استمراريه وينفع يبقى فيه اللي بيقولوا عليها السستينابيليتي او الاستدامه. طبعا الموضوع عشان يوصل للاستدامه وان احنا نوصل للارقام اللي احنا شفناها النهارده ان الحمد لله يعني من تقريبا في حدود 80% من سيدات مصر كانوا بيعانوا من ان هم دايما بيروحوا في مراحل متاخره، بعد كده بقت 60% لدلوقتي الحمد لله بعد المبادره بنتكلم 30% فقط من السيدات ابتدوا يبقوا يوصلوا في المراحل المتاخره و70% في المراحل اللي ينفع يبقى فيها العلاج. طب ده وصلنا له ازاي؟ هي بتبقى منظومه متكامله، الداتا موجوده، السيدات بيتوجهوا للاماكن اللي فيها المبادره ويتم الفحص. ده شيء مهم جدا. احنا طبعا حاليا احنا نتكلم على اخر تقرير احنا وصلنا في حدود 45 مليون زياره من سيدات مصر. ده رقم بنفتخر بيه لان ده رقم قياسي من حيث الاقتصادات الصحه ومن حيث التحسن في الصحه نفسها. احنا وصلنا الحمد لله ان بقينا موجودين في ساحه المراه بوفر احنا بنسميه 30,000 سنه وفرناها لسيدات مصر بسبب المبادره كانت هتروح بسبب السرطان. لو اتكلمنا اقتصاد، لو اتكلمنا طبعا كاقتصاد احنا وفرنا في حدود 2.4 مليار جنيه مصري بسبب ان احنا بنكتشف الحالات في مرحله مبكره مش زي الاول. اليوم النهارده يوم جميل جدا الحقيقه، بفعاليات المؤتمر الصحه الافريقي مهمه جدا بالنسبه لنا احنا في مصر وبالنسبه للدول الافريقيه، لان مجمع عدد كبير جدا من الخبراء وبيقدموا يعني اخر حاجه توصل لها من الناحيه التقنيه. فمثلا كان عندنا في الجلسه اللي فاتت بنتكلم على الذكاء الاصطناعي واهميته في جمع المعلومات، وان احنا بنشتغل مع المعلومات اللي هي الكبيره اللي محتاجه تحاليل على مستوى عالي جدا، وخصوصا بالنسبه لصحه المراه، لان ده بيفيدنا جدا بعد كده في التخطيط وفي ان احنا نعرف ايه اولوياتنا وايه الحاجات اللي احنا لازم نركز عليها في المستقبل. اهم حاجه في سرطان الثدي الحقيقه هو ان احنا ما نقدرش نقول ان احنا هنتفادى بالكامل، لان ما حدش عارف. هو اللي يقدر يتفادى لو حد عنده في العيله خصوصا من ناحية الأم حالات، مثلا واحدة مامتها وخالتها جدتها وكده كان عندهم، فهم دول بيقدروا يعملوا كشف يعني دوري ويقدروا يعرفوا يبقوا شاكين ان هم احتمال، ولكن ده مش معناه ما هيجي لهم سرطان ثدي، معناه ان عندهم احتمال. كمان انا بتكلم على المجتمع ككل، في المجتمع ككل اي واحدة ممكن انها تصاب، لكن مفيش حاجه تمنع. هو اللي بيمنع ان احنا بنعمل كشف مبكر. اهم حاجه في سرطان الثدي الكشف المبكر، فلازم من سن معين يعني نقول من فوق العشرين مثلا، ان دلوقتي بدا يصعد للاسف في سن اصغر. زمان كنا بنتكلم على الثلاثينات والاربعينات، بس للاسف بقينا نشوف حالات في سن اقل. لازم تبقى الست عندها وعي بايه اللي ممكن يحصل. لو شافت اي تغيير، حست بأي تغيير، حست بأي ألم، حست بأي كلكع أو كده، لازم إن هي على طول تروح وتكشف. غير إن بعد سن 35 بنعمل كشف دوري لازم يتعمل، وبتتعلم الست ازاي تكشف على نفسها. ولو ان احنا في منظمة الصحة العالمية بنقول ان الكشف الذاتي ده لوحده مش كفاية، لازم يكون يعني ده بيتعمل يعني ممكن تعمله كل شهر لو هي عايزة، لكن لازم يكون في عندها كشف دوري على الاقل مرة في السنة، ان هي بتروح لطبيب مختص بيعمل الكشف، بتعمل ممكن الاشعة اللي هي الماموجرام علشان تعرف لو هي عندها اي شك في اي حاجه ولا لا. الكشف المبكر بيخلينا نعالج مبكر، نقدر نكتشف في المرحله الاولى او الثانيه، ولو اكتشفناه في المرحله الاولى او الثانيه بيكون العلاج اسهل بكتير جدا ونسب الشفاء التام عاليه جدا.